شباب شباب بس فايت اوكي كله بس فايت الجو شكله جديد نص اللي مشاركين اول مره يجون مره صار وقت طيب اوكي علي تمام شو اسمه يب اي فيت عليك عندنا الحين اياد اياد عنده ليد كبير جرند نسيت باين صح؟ ايه احس بايرت مره بطيئة تعتبر مقارنة فيه يعني بالراحة هو يقدر يسوي لها بانت حركات مره كثير بس على الماتش نفسه ما ادري احس انه هل جريندا عنده تول زيد فيها كويسة؟ هل سهل انه يذبح؟ ولا بس كذا النظام اللي راك اب دامج اتوقع في سيت ابس للاب سماش من ايه انا حرفيا اتوقع الحركة الوحيدة اللي تذبح ما قلت ما قلت جريندا يذبح غير يد ستيل سبايك او سبايك اسف او سماش ما عنده شيء كذا يذبح فيرتيكال او هورزونتال اسف او نادر اوكي نايس كمان كلهم رجعوا تو ستوب هل جريندا يقدر يلعب برا ستيت؟ والله صاد هل جريندا يعني كذا يقدر برا ستيت يطق عنده عفاك سيدير يطق والنظام بس يوقف عند النقطة هو فات فورس اوكي اوكي ما قد لاحظت انه فاست فورس الحين كذا قاعد افكر فيها الاكسنس اللي قاعد اشوفه جوكر مثلا انت جوكر عادي يقدر يمسح داخل شيء ويطلع مع السن اوكي اول جيم نو هيزيتيشن والله كان باك حلو يعني كان خسران بالبدايه بس يعني قدر حيل الله فاضل Start the battle! Greninja! Captain Falcon! 3, 2, 1, go! ما ادري الحين قاعد اشيك على التيار حق تركيا انت اللي وصل لي اياه فين انت اللي وصل لي اياه كيف ضيعت حسابك ايه
كنت بقول لي يا دراكن قصدي ارجع لطعميه، بس طعميه يقدر يسوي سترينج حلو. نبي نمشي شوي، خلصته. لا نبي نمشي الوقت شوي. كم كم طيب. كلنا راح يحد يقدر يمسك كم فريق. خلاص يا رجل. طيب. لاعب معروف. لاحظت انه صار يلعب تحت الحرب. حلو البكير. اوكي 2-0 كابتن فالكون وين. اوكي ستوب ذا باتل. جوكر متى صرت تلعب جوكر؟ اقول متى صرت تلعب هذا؟ والله اوكي اوكي بيكاتشو جوكر. دي اب اير بيرسن ان ذا ماب. اي داون اير ولا فورورد اير راح تذبح.
أرسن بولش جدا. رومان طعمية يودي فوق جاكلين أب إير أب إير كمل عليه حارب. I have the power. I have the man. Nice. Nice. Dash attack من نياد. سويها من جديد. وبنش على في سماش يسوي داون سماش. فريم واحد شوي. والله بجيك نص ست. روت تذبح نايس. بعدها كمل اوف ستيج عليه. نايس كت اب اتاك. سماش حلوة منه. باك اير ما تجي. نايس. رمي عند الستيج. رمي باك اير. نايس كاونتر. الحين اي لمسة من جوكر تذبح باك اير. اوكي ما تذبح. اوف ستيج. يرجع اياد. حلوة. نايس ريكفري. داش تاك ريسكي مره الحين لازم يلعب سيف اكثر من كذا. ونايس جي جيز طعمية يفوز 3-0. اوه ماي جاد.